شاركت الجمعية الأردنية لرياضة الصيد في بطولة المغفور له سمو الأمير محمد بن طلال والذي ينظمها نادي الرماية الملكي، وذلك من خلال فريقها للرماية وبدعم من محلات تاكتيكال هايكرز. رئيس الجمعية الأردنية لرياضة الصيد أحمد نزال أكد على أهمية حضور الجمعية في المناسبات التي تتعلق بالرماية من خلال فريقها المؤهل لحصد البطولات، وكذلك المساهمة في تحفيز الأعضاء للمشاركة في هذه البطولات والتي هي ضمن نشاطات الجمعية المتنوعة التي تهدف للتخفيف عن البيئة والطبيعة من خلال هذه البطولة. تقام هاي البطولة من ثلاث محاور أو أربع محاور: المسدس وسبورتينج وتراب وسكيت. الآن هذه بطولة السبورتينج مشارك فيها فريق الجمعية الأردنية لرياضة الصيد مع مجموعة من الأخوة العرب، مع مجموعة من أبطال نادي الرماية الملكي. عدد المتسابقين لليوم 26 متسابق من أبطال الدول العربية ومن أبطال الأردن، وفريق الجمعية الأردنية شارك ب 12 متسابق من أبطال الجمعية، والحمد لله لغاية الآن أدائهم أداء جيد ممتاز. إحنا نوجه أنظار الشباب وأنظار الجمهور لرياضة الرماية لتخفيف عن الضغط عن البيئة الأردنية، صحيح، لأنه معظمهم عندنا بالجمعية صيادين بحبوا الرماية بحبوا الصيد. نعم. فبالتالي أنت بتقلل نوع من الضغط على الطبيعة الأردنية والبيئة الأردنية بالرماية على الأطباق لخلق نوع من التنوع الحي. نعم. هذه أحد نشاطاتنا المتعلقة بهذا المجال. شوف استراتيجيتك القادمة. استراتيجيتنا القادمة إنه إحنا نشكل فريق ننافس فيه إقليميا وعربيا، لأنه الشباب عندهم قدرة وكفاءة عالية بالرماية. نعم. بتأهلهم إنه ينافسوا عربيا. هذا أولا. ثانيا، بصدد نعمل فريق للناشئين، نصرف نظر الناس المخدرات وعن الايبادات وعن الاشياء الملهيه لشيء مفيد. فبنخطط ونعمل فريق للناشئين اشبال للجمعيه نعلمهم على رياضه الرماية ان شاء الله. محمد ابو ساره من شركه تاكتيكال هايكرز الداعم للبطوله والمتخصصه بادوات الصيد وتجهيزات الترحال والمغامرات قال: نحن من اول الداعمين للجمعيه الاردنيه لرياضه الصيد، وذلك لاهميه دورها الوطني في حمايه الطبيعه من اجل استدامتها، ونحن سعداء بهذه الشراكه. طبعا احنا الجمعية الاردنية لرياضة الصيد كشركة تاكتيكال هايكر من الداعمين الاوائل لها، لانه الجمعية اردنية واحنا شركة اردنية وطنية كشركة تاكتيكال هايكر بالصناعات العدد الالبسة والعدد الترحال والتسلق، ومختصين كمان في الاردن في هذا العالم. احنا كمان كشركة تاكتيكال هايكر منطلع لقمم العالم ومتسلقين لقمم العالم، وبنفس الوقت عندنا اقسام كتير كبيرة مختصة في عالم الصيد. فإحنا الأولى نكون كشركة أردنية وطنية، الأولى إلنا إنه ندعم جمعية أردنية تأسست في الأردن لهواة الصيد وخاصة للتابعين للقانون الأردني في عالم الصيد. ما راح نلاقي أفضل منهم بصراحة. المتسابق مروان علام من لبنان قال: لقد أتينا بدعوة من الأردن للمشاركة في هذه البطولة، وهي أول مشاركة لنا كفريق من لبنان، ونأمل أن تستمر هذه البطولات التي تؤهل وتحسن مستوى الرماية العربية لتنافس عالميا. دعونا الأخوان الأردنية على هاي البطولة، وهي كانت أول مشاركة إن شاء الله لألنا، بكون إن شاء الله بكون بعد يعني كل البطولات الجاية في تعاون بين الأردن ولبنان بهاي اللعبة. هاي اللعبة كثير حلوة، بنحب نطورها يعني أكيد على المستوى الشرق الأوسط. نعم. في دبي نعمل بطولة كثير حلوة، وبتمنى حتى بالأردن يصير في منا مشاركات كثيرة، بتجمع الصيادين، بتجمع هاي اللعبة، بتجمع كل شيء، بتجمع رماة، بتجمع صيادين، بتجمع مبتدئين محترفين. المتسابق أحمد دعكور من لبنان شكر الأردن على تنظيم هذه البطولة، وقال: هذه المشاركة الثانية، وأتمنى أن يكون هناك تعاون بين الاتحاد الأردني للرماية ولبنان في مجال البطولات بين البلدين. والله هيدي اليوم المشاركة الثانية إلي في الأردن. بالأمس منا مباراة وحرست المركز الثاني في التراب، وإن شاء الله بكرة بتبدأ المباراة التراب نهار الخميس والجمعة، وبطلب من الفريق الأردني والإدارة الأردنية ورئيس الاتحاد الأردني أنه نعمل مثل بوند بين لبنان والأردن، ليصير في مباريات أكثر وتجمعنا بين الرومات. هيدا بشجعنا وبيخلينا نقوى كعرب.
المتسابق الأردني إبراهيم الشوابكة ويحيى حيمور وأحمد القواسم من الجمعية الأردنية لرياضة الصيد قالوا: نشكر نادي الرماية الملكي على هذه البطولة التي تمنحنا خبرة في مجال المسابقات في مجال الرماية، والشكر للجمعية الأردنية لرياضة الصيد التي تقدم لنا نشاطات متنوعة طوال العام نكتسب منها الخبرة والمعرفة والمغامرات. والله هذه البطولة مش أول بطولة، في بطولات سابقة تمت لدفع الشباب للرماية على أطباق وتمرين مهارة الصيد عند الشباب، إنه كيف يتعامل مع السلاح، كيف يتعامل مع الهدف، وموضوع السلام العامة كيف بعطون دورة كيف السلام العامة، انه كيف استخدام السلاح، كيف فك السلاح، كيف يعني في امور كثيره ان شاء الله. والله حتى الان يعني الامور جيده والشباب في ما شاء الله يعني ابطال من المملكه وابطال خارجيين جايين، وبنتامل الخير للجميع ان شاء الله. كيف تجد الجمعيه معك ونشاطاتها؟ والله نشاطاتها ممتازه، في اكثر من نشاط يعني مش بس نشاطات رمايه، نشاطات تخييم في البر، تعرف على الطرائق، على الطبيعة، زراعة الأشجار، حماية الطبيعة، أمور كثيرة يعني في نشاطات كثيرة منها برية منها بحرية. تم اختياري من ضمن أفضل 10 لاعبين للخوض في المشاركة، تمام. حققت بطولات قبل هالمرة، اللي هي المرة الماضية جبت فيها المركز الثالث، هي كانت أول مرة بشارك فيها، وان شاء الله هاي المره بنكون لنا حصه يعني جيده. والله الحمد لله شاكرين اول شيء لنادي الرمايه بيرتبوا لنا هيك بطولات، وشاكرين الجمعيه الاردنيه لرياضه الصيد. احنا كل سنه الحمد لله بيرتبوا لنا بطولتين، والحمد لله يعني احنا بناخذ قاعدين مهارات من الشباب، احنا كصيادين لانه احنا رماة صيد وبناخذ مهارات، والحمد لله امورنا صارت طيبه في والله الحمد لله. اول مره حققت مركز اول، مره ثانيه ثالثه راح مركز ثاني، ويعني مراكز بين رابع وبين ثالث. والله ان شاء الله لحد الان وضعنا كويس ان شاء الله، وان شاء الله للامام ان شاء الله باذن الله. تسلم. والجمعية الأردنية لرياضة الصيد ساهمت بشكل كبير في تنظيم رياضة الصيد وربطها مع مفهوم حماية البيئة والطبيعة والاستدامة، حيث لديها اليوم 1500 عضو من حماة الطبيعة والمؤمنين برسالة الجمعية التي نوعت نشاطاتها طوال العام ليكون الصيد البري والبحري هو مسار واحد من ضمن مسارات متعددة بينها ملتقيات المغامرة والتحدي والمشاركة في بطولات الرماية الخاصة والعامة ونشاطات التخييم والمؤتمرات الخاصة بالبيئة والطبيعة، وكذلك نشاطات التوعية للأجيال الشابة في ضرورة الحفاظ على البيئة والطبيعة واستدامتها. تقرير محمد العويمر.